Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе. Чтобы это запомнили все. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда. Мада яхдус фи ас-син? Ас-син тастаадд либайъ ад-доллар. Да калам хатир, я джамаа. طلب بنك الشعب الصيني اللي هو البنك المركزي الصيني البنوك الكبرى التي تديرها الدولة للاستعداد للتخلي عن حيازاتها من الدولار مع تراجع اليوان في الخارج وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. يعني احنا ما بنجيبش اخبار من عندنا، يعني الكلام ده مهم جدا، ده يكون ضربة كبيرة جدا للدولار اذا تم، وبناء عليه الصين هتتعامل مع روسيا ودول بريكس بالعملة اليوان وتتخلى عن الدولار. ده وكالة رويترز يا جماعة، أنا ما جبتش حاجة من عندي. طيب مصر عملت نظام مير الروسي مع ميزة المصري. يعني إيه؟ يعني السائح المصري يستطيع القدوم إلى مصر والصرف بالروبل الروسي، ونتيجة لذلك شايفين السائحين المصريين الروسيين تزاحم كبير جدا جدا في المطارات المصرية من السائحين الروس اللي جايين بالفيزا، جاي بالفيزا ولا محتاج عملة ولا تغيير عملة، ومصر هتاخد الروبل وتشتري بيه قمح وتشتري بيه سلاح من روسيا. ودي نتيجة التعامل بمير وميزة. مير دي اللي هي الفيزا الروسية، وميزة اللي هي الفيزا المصرية. انا مش في جيبي دلوقتي الفيزا، فيزا ميزه موجوده معايا بوريها لكم. فهنا بقى كمان المواطن المصري يقدر يروح روسيا ويصرف بالجنيه المصري من البنوك، يعني يحط فيزا ميزه ويسحب بيها فلوس في روسيا ويصرف بدون تحويل عمله الدولار. طيب ده الاف السياح زي ما احنا شايفين، وده خير ورزق كبير لمصر، ونتمنى ان يكمل على خير. كيف انقلبت اوروبا على قطر؟ بعض مقاطعة للمباريات وتحقق بجرائم نفذتها الاستخبارات القطرية. قبل اسابيع من انطلاق مباريات مونديال 2022 التي تستضيف قطر، يمكن القول ان دول اوروبية فتحت باب الجحيم على الدولة الخليجية، فبعد الاتهام بما يخص ملف العمال وحقوقهم ورفض المثليين بين المشجعين، فتحت مؤخرا تحقيقات بجرائم قتل نفذتها الاستخبارات القطرية. وكذلك قررت عدة مدن أوروبية مقاطعة المباريات تنديدا بسجل حقوق الإنسان، كما وجهت انتقادات لمجموعة قواعد وضعتها الإمارة وستطبق على جميع المشجعين. يبدو أن قطر منعت المثليين ومنعت رفع اعلام المثليين وكده، فبداوا يعني يدوروا على حقوق الانسان وكده. طب يعني الدول العربيه لا، يعني ما ينفعش فيها الدول العربيه وغير الدول العربيه، حتى روسيا قال لك، بوتين قال لك يريدون جنس ثالث غير الذكر والانثى. يا جماعه ده كلام يعني لا يليق بأي حد مثقف أن يتكلم في المثليين. طيب زي ما بقول لكم أني فتحوا النار وبدأوا يقول لك إحنا هنحقق في جرائم حقوق الإنسان بخصوص قطر، وقطر يعني غلت المشروبات الروحية البيرة وكده، جعلت نصف لتر البيرة ب17 يورو لتصعب استهلاكها وسيتم بيعها في أوقات معينة. واعتبرت إذاعة مونتوكارلو الفرنسية أنها لائحة صارمة للغاية، سيجد المشجعين من كل أنحاء العالم صعوبة كبرى في احترامها في الحدث الكروي العالمي. يعني بيقولوا لهم إحنا مش هنسكت. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا تظهر فيه زوجة البريطاني مارك بنيت وتقول إن أمن الدوحة قام بخطفه وتعذيبه لأنه وجد وظيفة في السعودية. عملوا يعني وعثر على مارك بنيت 52 عاما مشنوقا في احد فنادق الدوحه خلال عطله عيد الميلاد 2019. هيطلعوا له مشكله من 2019، وذلك بعد 10 اسابيع من اعتقاله في احد مكاتب الخطوط الجويه القطريه،
ونقله معصوب العينين ومقيد اليدين إلى مركز احتجاج تابع لأمن الدولة في قطر. طلعوا لهم مشكلة وقال لك احنا هنحقق في المشكلة دي ولازم نعاقب قطر على انها. طيب ما كان من الاول ما خد يعني قطر المشكلة دي في 2019، لماذا فازت قطر بتنظيم كأس العالم وانتوا عارفين فازت ازاي ودفعت لمين ومشاكل الفساد كله يعني اخذ من تحت الترابيزة علشان قطر توصل الى كأس العالم، الى تنظيم كأس العالم. دلوقتي جايين يقول لك حقوق الانسان والكلام ده ويعني حقوق المثليين وحقوق كده، ف يعني لكم التعليق، انا لا اعلق لكم التعليق. استمتعنا بالاخبار الشيقه وكوب الشاي الجميل الصعيدي الشحط محط. عايز اقول لكم على حاجه كده يعني عشان نحل بيها الكلام. زمان لما كان زمان القرش له قيمه، كان مصروفي انا شخصيا 5 قروش. 5 قروش دي كانت جايبه عود القصب الكبير ده اللي هو كان بقرش، كنت اجيب عودين نص قصب لما اعمل دماغ قصب من القصب، انت عارفين قصب السكر الكبير ده، فكنا بنجيب العودين الكبار جدا دول كل عود بقرش، واجيب ازاز كوكا كولا بقرش ونص، وجرنان الاهرام كان بقرش ونص ب 15 مليم. انا كنت مثقف وانا في بدايه حياتي كنت احب اقرا جرنان الاهرام، كنت بجيبه ب 15 مليم، لما غلي وبقى بشيلن، على فكره الخمس قروش كان اسمها شيلن، لما غلي وبقى بشيلن جرنان الاهرام قلنا ما حدش هيشتريه، الجرنان غلي قوي بقى بشيلن، وبدانا شويه بشويه رجعنا تاني نشتري جرنان الاهرام، وخصوصا العدد الاسبوعي، عدد يوم الجمعه ده كان ادمان بالنسبه لي، كنت اراه من الجلده للجلده زي ما بيقولوا من اوله لاخره حتى صفحه الوفيات. وكان في برنامج وكان في يعني احسان عبد القدوس كان بيكتب فيه قصص جميله جدا كنت بتابعها، وبريد الاهرام مصطفى حجازي وعمود اللي هو انيس منصور، وحاجات جميله جدا كنت بتابعها ايام في بدايه حياتي، يعني احب الثقافه واحب القراءه. وكان الشيلين ال5 قروش ده جايب حاجات كثيرة جدا، حبيت احكي لكم عن الماضي وعن ما كنا نفعله ونحن صغار، يمكن الاجيال القادمة تكون مثقفة وتحب القراءة وتحب الحاجات اللي هي ايه الثقافة العامة. تحياتي لكم واشتركوا في القناة حتى يصلكم كل جديد، محدثكم ظريف الاديب.